اكيد زي ما احمد قال انه النهارده الفريق الاول استأنف التدريبات من غير اللاعبين الدوليين، وده طبعا استعدادا لمباراه المريخ يوم 3 ابريل ان شاء الله. نعرف اكتر عن التمرين من مراسلنا فاروق صلاح. فاروق مساء الخير عليك، وطبعا يعني عوده بعد فتره غياب يمكن 5 ايام، عايزينك تقول لنا يا فاروق طبعا التدريب النهارده كان عامل ازاي، ومستر موسيماني كان مركز على ايه في التمرين. طبعا في البداية كل التحية للزميلة العزيزة سارة محسن، وكل التحية أيضا للزميل العزيز أحمد سمير، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، من هنا من ملعب مختار التتش. وبعد يعني غياب بنقول بالظبط 6 أيام للاعب النادي الأهلي عقب مباراة فيتا كلاب وحصول النادي الأهلي على 3 نقاط خارج ملعبه، خد النادي الاهلي حصل على فتره راحه. النهارده الفريق بيستأنف تدريباته من اجل الاستعداد للمباراه المهمه في مشوار النادي الاهلي نحو البطوله العاشره، وهي مباراه المريخ السوداني. مستر بيتسو موسيماني قبل انطلاق المران يا ساره والزميل العزيز احمد كان حريص ان هو يجتمع مع اللاعبين في محاضره للاعبين، اجتمع معاهم اتكلم على اهميه مباراه المريخ السوداني وضروره تحقيق الانتصار من اجل يعني ان شاء الله تصدر المجموعه و تكون الامور سهله في مباراه سيمبا ان شاء الله المباراه الاخيره. طبعا قبل المران كان في مسحه طبيه، طبعا بعد عوده اللاعبين من فتره غياب وفتره راحه كان في مسحه طبيه تم اجراء لجميع اللاعبين وافراد الجهاز الفني. مستر بيتسو موسيماني عقب اجتماعه مع اللاعبين انطلق المران. طبعا بيبقى في الجزء البدني او الحمل البدني بيبقى متدرج شويه. طبعا النادي الاهلي بيعاني من غيابات زي ما زميل العزيز احمد استعرض، غياب بقى 8 لاعبين مع المنتخب المصري الاول، وغياب 5 عناصر مع منتخب مصر الاولمبي، وايضا اليو ديانج وولتر بواليا مع منتخبي مالي والكونغو. من النقاط المهمه جدا يعني يعني النهارده على هامش المران طبعا عوده وليد سليمان، وواحد من العناصر المهمه جدا لفريق النادي الاهلي. النهارده شارك في المران بكل قوه وشارك في التقسيمه من بدايه المران حتى نهايه التقسيمه. وليد سليمان ان شاء الله اقدر اقول لك انه يا احمد او يا ساره انه هيكون موجود ان شاء الله خلال رحله الاهلي القادمه الى الملاقات المريخ السوداني، يخضع الامر للرؤيه الفنيه لمستر بيتسو موسيماني. من اهم النقاط ايضا هي نقطه محمود متولي، لأول مرة محمود متولي بيشارك في المران والتقسيمة كاملا. يعني إن شاء الله محمود متولي طبعا كان ماشي في البرنامج التأهيلي وبشكل متدرج، النهارده بيشارك في المران بصورة كاملة ويشارك في التقسيمة كاملة. إن شاء الله يكون عودا حميدا بإذن الله لمحمود متولي. أنا عارف إنه كمان مستر موسيماني صعد عدد من الشباب يا فاروق عشان يشاركوا مع الفريق في التمرين، وبالتالي برضه فرصه لمستر موسيماني انه يبص على الشباب الصغير اللي ممكن في يوم من الايام يكون محتاجهم في الفريق الاول للنادي الاهلي. بالفعل زميلي العزيز احمد، انت عارف ان دايما قطاع الناشئين هو بيبقى يعني الامداد او خط المد الاول للفريق الاول بالنادي الاهلي. النهارده متواجد اكثر من 12 لاعب من قطاع الناشئين في ظل الغيابات سواء لاصابات او اللعيبه الموجوده مع المنتخب، يعني معظمهم عناصر مبشره ومميزه جدا في قطاع الناشئين النادي الاهلي، سواء احمد طارق سليمان حارس المرمى او محمد حسام ميدو واحمد اشرف ومحمد اشرف، عمر رزق، احمد سيد غريب، احمد سيد عبد النبي، احمد الشامي، وليد مصطفى، واللاعب حسون محمد ومحمد حسام ميدو، بالاضافه طبعا لحمزه علاء واحمد نبيل كوكا. النهارده مستر بيتسو موسيماني يتكلم مع اللاعبين، في بعض اللاعبين طبعا لقى استحسان مستر بيتسو موسيماني، وطبعا في مجموعه منهم كانت متواجده مع مستر بيتسو موسيماني في الفتره الماضيه. من النقاط المهمه جدا برضو يا احمد عايز اتكلم فيها حاله، يعني الجميع كان بيتساءل على حاله علي معلول، كان ليا لقاء مع الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق، ويعني وضح لي الامور ان في اتصالات شبه يوميه مع الدكتور سهيل الشملي طبيب منتخب تونس لمتابعه حاله علي معلول، ومن المقرر ان شاء الله عوده علي معلول الى القاهره يوم 30 مارس باذن الله. طبعا هيتم في يعني هيبقى في تقييم طبي لمتابعه الحاله قبل ان شاء الله ما ينضم للتدريبات الجماعيه. ايضا كان اصابه ايمن اشرف في الفتره الاخيره مع معسكر المنتخب المصري، ما شاركش في المران في الفتره الاخيره، لكن الدكتور احمد ابو عبله يعني كان له حديث معاه، كان على تواصل تام مع الدكتور محمد ابو العلا طبيب المنتخب المصري، وايضا ايمن اشرف. يعني ايمن اشرف كان بعد العوده من فتره الراحه شعر ببعض الالام في الركبه، لكن الالام تلاشت اليوم وشارك في المران كامل، ودي طبعا يعني الدور والجزء المهم جدا للجهاز الطبي ومتابعه كافه اللاعبين في كافه المنتخبات الوطنيه.
طبعا انا ويمكن كابتن حسام بدري اكد انه يعني مش هيعتمد على ايمن اشرف في مباراه كينيا الا لو كان سليم وجاهز بنسبه 100%. لكن خليني اروح معاك لحاله اللعيبه، يعني برضو 5 ايام اجازه نوعا ما، يعني قياسا بالاجازات الاخيره تعتبر طويله. انت شايف اللعيبه راجعه في حالتها؟ شايف انه الحاله المعنويه، حاله التركيز والاستعداد للمباراه داخله يعني بجد، ولا لسه زي ما بنقول كده يعني النهارده كان تمرينه بسيطه كده فك عضلات وتسخين للفتره اللي جايه؟ يعني خلينا كلامك في شقين مهمين جدا زميل العزيز احمد. طبعا انت عارف ان بعد العوده من الراحه بيبقى الحمل التدريبي متدرج شويه. أيوة. ولكن مستر بيتسو موسيماني الشق الاهم هو العامل النفسي. كلامه مع اللاعبين النهارده وحديثه مع اللاعبين اعتقد بيبقى يعني ابلغ دافع للاعبين، ان هو اتكلم مع اللاعبين قال لهم قبل ما اجي النادي الاهلي انا كنت عارف يعني ايه النادي الاهلي وعارف يعني ايه طموح لاعبيه ويعني ايه طموح جماهيره. احنا لسه يعني حصلنا على البطوله التاسعه منذ يعني ايام او اشهر قليله، ولكن انا عارف طموحكم وعارف طموح الجماهير ولازم نجدد الدوافع. احنا من هنا مطالبين بالبطوله العاشره ومطالبين بتحقيق الانتصار. وايضا يعني مستر بيتسو موسيماني اتكلم مع اللاعبين على تعزيز وتغذيه ثقافه التحقيق الانتصار خارج الملعب. قال ان هو ده لازم يكون اسلوب وسياسه فريق النادي الاهلي. عايزين نستغل الدفعه القويه جدا اللي خدناها من لقاء فيتا كلوب، ثم ان شاء الله الفوز على المريخ السوداني. وجود اللاعبين احمد يعني لعيبه النادي الاهلي لا في تركيز اللعيبه النهارده، العنوان الجديه اللي عند اللاعبين. طبعا اللعيبه الناشئين ايضا يعني نهايه المران تم تقسيم ما بين فريق بيضم العناصر الاساسيه او اللعيبه الكبار وايضا اللعيبه الناشئين. بعض التوجيهات اللي كان بيعملها الكابتن وليد سليمان او سعد سمير او رامي ربيعه للعناصر الصاعده او اللعيبه اللي تم تصعيدها، لا جديه في تركيز من اللاعبين. بتقدر تقول ان الفريق ده مش ده الفريق اللي كان واخد فتره راحة من يعني 5 ايام او 6 ايام، بس ده ان ده اللي بيدل على الجرعة النفسية اللي مستر بيتسو موسيماني كان حريص ان هو يتكلم فيها مع اللاعبين قبل انطلاق المران. بشكرك جدا فاروق صلاح على كل طبعا معلومات النهارده على التمرين، ودايما بتحطنا في المشهد كاننا كنا في التمرين. ميرسي جدا يا فاروق، وطبعا بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في المباريات اللي جايه، مباريات يعني كتير قوي في الشهر الجاي زي ما دايما بنقول. واكيد ان شاء الله بيتسو موسيماني عارف ازاي يتعامل مع اللعيبه في فتره زي دي نفسيا ومعنويا.